سيادة اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح. والحقيقة ده أنا كنت شاهدة بنفسي على عمله خلال فترة وجودي فترة الصيف يعني شهر تقريبا في الساحل الشمالي في مصر. والحقيقة أن كل الحملات اللي قام بها يعني مواجهة بؤر مخدرات في منطقة الساحل الشمالي وفي قرى عديدة داخل الساحل الشمالي انه حافظ على أمن هذه المنطقة وبالفعل قبض على ناس كتيرة جدا يعني لصوص وغيره في هذه المنطقة، الأمن في هذا المكان، الدوريات اللي كانت موجودة طول الطريق على ساحل مطروح في هذا الوقت طوال فترة الصيف، في النهاية هو أنهى موسم الصيف آمنا سعيدا وقدر ان هو يحقق كثير من الامن، كثير من الانضباط في هذه المنطقه. اتبع اسلوب الثواب والعقاب مع العاملين معه عبر تكريم عدد كبير من المتميزين، وايضا الحقيقه انه وفر سبل الانتقال الامن لمصريين كثيرين كثر من العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم. هذا هو مدير امن مطروح سياده اللواء هشام لطفي.